أجلت محكمة جنوب غرب الأمانة في البتة في قضية الاتهام الموجهة ضد موقع أوراق بريس ورئيس تحريره طاهر حزام لإتاحة الفرصة للمدعى عليه للرد على ما قدمه المحامي جمال المترب الذي قدم للمحكمة طلبا بإيقاف موقع أوراق بريس الإخبارية دون أدلة بما ادعى عليه. قضية تعد الأولى من نوعها ويراها البعض الأغرب في ملفات محكمة الصحافة، حيث تنوع أطرافها بين مدعي ومدعي عليه جعل هم الوطن على عاتقه، فكان متهما لا بطلا. الأمر الذي وافقت نيابة الصحافة على طلب المدعي جمال المترب توكيل برفع قضية بحق موقع أوراق بريس الإخباري ورئيس تحريره رغم اتهام الأخير للمدعي بالمشاركة في تدمير الوطن والمساهمة في خلخلة الأمن والاستقرار خلال الأزمة 2011. هذه القضية تعتبر هي الأولى التي ترفع في محكمة الصحافة ضدنا لصالح أحد من هو مساهم في تدمير اليمن، وكذلك مع مداعما للعدوان السعودي وللإخوان المسلمين. ولدينا في هذه المحكمة إثباتات بأن هذا المدعي هو كذلك هو صاحب الكذبة الكبرى 70 امتلاك الزعيم علي عبد الله صالح 70 مليار دولار، والذي قدمها في دراسة كبرى دراسة كبيرة للأمم المتحدة وخدع فيها جمال بن عمر. والقضية تسير في مجراها القانوني، حيث تعد هذه الجلسة هي الثالثة، فيما تعقد الجلسة الرابعة الأسبوع المقبل وفقا لقرار التأجيل الصادر من محكمة الصحافة، وذلك لاستكمال القضية وإحضار الشهود للقضايا المنظورة أمام محكمة الصحافة. فكما ترين اليوم نحن نعقد جلسات يعني بصورة متوارية أسبوعيا يعني لثلاثة أيام في كل أسبوع، ونقوم بإعلان الأطراف ويتم الحضور، ونفصل في هذه القضايا وننظرها وتصدر فيها أحكام أولا بأول وفقا للجدول والنظام المتبع في المحكمة. ورغم أن رافع الدعوى يحاول وفقا لمراقبي التنصل من مسؤوليته القانونية وهروبه من الحقيقة ومدى مساهمته بالدعم المالي لما يسمى بالربيع العربي الذي قاد البلاد إلى خراب ودمار، لا يزال الوطن يجني ثماره السلبية، إلا أن القضاء هو الحكم بين المتقاضين وكلمة الفصل والبت في حيثياتها. بلقيس أحمد، اليمن اليوم، صنعاء. للتخفيف من معاناة الأسر الفقيرة والنازحة نظمت بصمتك أمل مهرجانها الأول والخيري التي تهدف